بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية والأسطح، أهلا وسهلا بحضراتكم، والمهتمين كمان بزراعة الخضر وخصوصا الورقيات. الورقيات لها قيمة غذائية كبيرة جدا في بالنسبة للإنسان. الورقيات زي البروكلي والخس بالأنواع بتاعته والكيل بالأنواع بتاعته والحاجات اللي بنستخدمها مع على السلطات أو الفريش فود. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن الكيل أو الكيرلي كيل. هو متعودين في الخليج بيقولوا عليه الكيل، ولكن هو بيسموه الكيرلي كيل أو الكرنب المجعد. تمام، الكرنب المجعد، وفي ناس بيقولوا الكرنب الصيني، والمهم يعني وفيه الأمريكي، المهم فيه أنواع منه زي ما حضرتك شايف قدامك وحضرتك شايفة قدامك. بالنسبة للفوائد بتاعته، ليه فوائد عظيمة جدا 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 بالنسبة لل بالنسبة لل إن كانه بيتعمل على السلطات أو إن هو بيستخدم كعصير في عملية الحمية الغذائية أو التخسيس. يعني لو المدام راحت يعني طول بعرض كده ممكن تستخدم الحاجات دهيا، وكذلك الراجل برضه لو ابتدى بسم الله ما شاء الله كده يكرش يعني، والقصة دي ممكن ربنا يكرمه ويبدأ يتغذى صحيا، وخصوصا لو دخل الكيل ده هو على النمط الغذائي بتاعه هيبدأ يخس، لأنه فعلا بيستخدموه في عملية التخسيس أو عملية الرجيم المثالي، لأنه تقريبا بيعتبر زي الخيار كده، نسبة السكر فيه مش عالية، وبيستخدم كغذاء مكمل بين الوجبات زي الخيار مثلا كده. كمان الكيرلي كيل أو الكيل فيه نسبة عالية من الكالسيوم، وفيه نسبة عالية من الحديد، بيحتوي على نسبة عالية من الألياف. المهم احنا ما يخصناش ده كلته، بس بنقول المقدمات بتاعته يعني عشان الناس تعرف هو ايه الكيرلي كيل. المهم ممكن يتزرع في الأرض مباشرة، وممكن يتزرع في على الأسطح. بيتزرع من بداية شهر أكتوبر، وممكن يستمر الزراعة بتاعته حتى مايو. بالنسبة للبيوت المكيفة ممكن بيتزرع جنب المكيف أو جنب الخلايا المائية بالنسبة للبيوت المكيفة طول العام، ولكن بيكون جنب المبرد أو الخلايا المائية بحيث إن هو بيميل إلى الجو البارد في النمو بتاعه. بنزرع الكيل ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، الكيل لو عندك مثلا القوس عندك 9 متر بتعمل 2 مرود ليه، واحد على اليمين وواحد على الشمال، وبينهم المشاية اللي انت هتستخدمها في العمليات الزراعية، ان كنت هتجمع او هتقوم حشايش ولا كده. المهم بتزرع فيلات، بتقسم لو القوس عندك 9 متر بتسيب متر في النص، وبتعمل 4 متر هنا على اليمين و4 متر على الشمال. ال4 متر ده هم لو قسمناهم ممكن يكون فيهم 6 خطوط، بحيث ان الست خطوط بحيث ان قسمهم بقى 4 على 6 تقريبا متر و40 سنتي او حاجه زي كده، او متر ونص او متر كافي جدا، ما فيش اي مشكله خالص. وبنبدأ نزرعه الأرض فلات، بنبدأ نضيف الأسمدة العضوية. وعلى فكرة يا جماعة يعني علشان يعني لو هنزرع نصف عضوي حتى بيكون أفضل لصحة الإنسان، بمعنى برضو إن أنا أبعد تماما، أهتم بالتسميد العضوي، تمام، أهتم بالتسميد العضوي خصوصا اللي هو الدواجن والحمام. حتى لو مش متواجد ممكن اخلط مع الكمبوست بنسبة 1:1 مثلا، وابدأ احرته واخلطه مع الارض، وابتعد كتير جدا عن الاسمدة اللي هي النيتروجينية، ان كان النترات او يوريا او كده، لان هي دي سبب المشاكل بتاعتنا، وسبب صحيا نترات النشادر ونترات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم كل عنصر النترات
ده مشكلة على الصحة بتاعت البني آدم، تمام؟ دي مشكلة. فلو عايز حتى أزرع نصف عضوي بلاش عضوي، أراعي الحتة ده، هي أبدأ أضيف كميات كبيرة من أضيف كميات كبيرة من الأسمدة العضوية، وخصوصا التركيزات بتاعتها بتبقى عالية زي الحمام والدواجن، الزرع بتاعهم أو السبلة بتاعتهم بتبقى النسبة عالية فيهم، فببدأ أضيفهم فبيشيلوا لي كمية كبيرة جدا جدا من التسميد المعدني، تمام؟ وخصوصا في حاجات زي الورقيات اللي هي بتستهلكش أسمدة عالية، مش زي مثلا بطاطس أو طماطم أو خيار، دي ما بتستهلكش حاجة، فياريت نزرعها عضوي، أو حتى على الأقل يا سيدي نصف عضوي، ما بنقولش عضوي كامل، يعني ممكن تدي جرعة تنشيطية مثلا من سماد مركب 20-20 مع التسميد اللي حضرتك حطه في الأول ده، هتبقى الأمور معاك تمام، يعني هتزود بس التسميد المعدني الأولاني، التسويد العضوي آسف الأولاني اللي هو دواجن ومع كومبوست يكون أفضل، تخلطهم مع بعض وتبدأ تنثر على الأرض بتاعتك وتبدأ تحرث، ونبدأ بالشوك ونسوي المراود زي ما حضراتكم شايفين كده، بنسوي المراود بتاعتنا وبفرد الخراطيم على 50 سنتي، وببدأ أزرع ببدأ أزرع، ممكن نزرع بذور مباشر وممكن نزرعه شتلات على حسب زراعة البذور المباشرة، بيبقى يعني بيكون اللي بيقوم بالعملية ده بيكون حريف شوية، بحيث برضو ان الانبات يكون عنده كويس، اذ كنا وممكن يحط تحت النقاط شوية من البيتموس بحيث ان الانبات عنده يكون سريع، والبيتموس بيكون خفيف على البذور والانبات بتاعه بيكون اسرع من البيئات التانية، تمام؟ ممكن نزرع الكيرلي برضو في بيئة بيتموس برضو بمكان المراود ده، هي بحل محلها بدل التربة ده، هي ممكن يكون البيتموس وعادي ينفع، ما فيش اي مشكلة خالص، تمام؟ او البيتموس القديم اللي بيبقى مستخدم قبل كده ممكن نضيف عليه، نطهره بريزوليكس او منقطع او اي مطهر كده فطري، وبنبدأ نزرع عليه الورقيات بتبقى ممتازة جدا بدل ما بيترمي، تمام؟ وبنبدأ نزرع الكيرلي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد الانبات بتاعه، تمام، بيبقى طبيعي جدا جدا جدا، هو طبعا بينتمي للعيلة الصليبية زيه زي الكرومبو زي اللفت والارنبيط والبروكلي والحاجات دهيا، تمام. وببدأ الاعتدال طبعا في عملية الري بتاعته والتسميد، إن كان عضوي بقى أو معدني بقى زي ما حضرتك بتشوف. الحصاد بتاعه، الحصاد بتاعه على حسب النمو، بيتحصد الورق اللي حضراتكم شايفينه ده هو، وبيتعبى في حزم، الحزمة بتكون زي ما يكون ربع كيلو نص كيلو، وبيتباع على طول في السوبر ماركت، وبيستخدم في السلطات، وبيستخدم في السلطات، او ممكن على حسب كل دولة، في دول الاوروبية بتقدمه مع البطاطس، طبق البطاطس المهروسة، في دول تانية بتقدمه مع الشرايح بتاعت اللحوم، في ناس بتاكله طازة، في بيتعمل عصير بحيث ان هو يبقى من بحيث ان هو بيستخدم في عمليات الحمية الغذائية، قلنا نسبة الألياف عالية جدا 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 فيه، بحيث ان هو لمصابي السكر ممكن يستخدموه زي ما قلت قبل كده في السلطات بتاعتهم، فحسسك بالشبع، وبالتالي الإنسان ما بيحتاجش لي ان هو لو عنده السكر خفيف ما يحتاجش ان هو ياخد علاج او كده. من افضل ما فيه نسبة الحديد عالية جدا 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 فيه، وبالتالي الستات اللي هم الحوامل او اي حد عنده نقص الانيميا ممكن ياخده يتناوله، فبالتالي بيعوض جزء كبير من الحديد، تمام. ده قصتنا مع المدعو الكيل. على فكرة يا جماعة، يعني مشكلة اللي بيننا وبين الأوروبيين إن هم في الغذاء بتاعهم بيكون
بيكونوا ناس يعني مش احنا عندنا العرب مثلا، احنا عندنا طبق اللحمه ده هو المفضل او على طول الانسان عايز ياكل لحمه، فده اسلوب غذائي مش كويس. هم عندهم بيخترعوا لكل حاجه بامانه، والحاجه الوحشه عندنا بتلاقيها عندهم بيعملوا لها يعني مليون حاجة بحيث ان هي تبقى حلوة، يعني عصير ماشي، سلطات ماشي، يقدموها مع طبق ماشي، المهم حتى لو شكل جمالي على المائدة بتاعت الطعام بتاعتهم بتبقى برضو كويسة، وبتخلي الانسان عنده تفتح شهيته على الاكل، والنمط بتاع الاكل بتاعه بيبقى صحي، غير احنا اللي يعني تقريبا كل شعب عندنا في الشعوب العربية عنده حاجة بياكلها، اللي بياكل كبسة، واللي بياكل حاجات من اللي بتسمعوا عنها اللي في مصر واللي في الشام والحاجات دهيا، لا هم عندهم النمط الغذائي بتاعهم بيبقى كويس جدا جدا، لأن هم أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى سخرها للإنسان بياكلها بيحاولوا يخلوها شيء كويس يعني. وممكن حاجات تكون منبوذة عندنا في الوطن العربي هم بياكلوها وبيخترعوا لها اي حاجه، المهم ان هم ما يسيبوهاش كده يعني. تمام، دي قصتنا مع الكيرلي كيل، البذور بتاعته منتشره في كتير من الدول وخاصه في الدول الاوروبيه، وابتدت تنتشر جامد حتى في مصر وفي الخليج، الشركات الكبيره ممكن تلاقي فيها الكيرلي كيل. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.